السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. البارحة على الفيسبوك نشرنا رابط لموقع يقوم بعمل تحليل لمقدار أو مستوى الأمن السيبراني الشخصي لكل شخص أونلاين. عنوان الموقع طبعا هو s2me.io، طبعا s2 يعني security to me dot input output io، يعني أحد الامتدادات الخاصة بالإنترنت. هذا الموقع يعني يحتوي على الكثير من الأسئلة، بحيث أنه من خلال إجابة الأسئلة يستطيع عمل تقييم أو evaluation لكم أنت آمن في سلوكك الإلكتروني، كم أنت آمن في يعني تحقيق الـ confidentiality, integrity, availability وغيرها من تفاصيل security. الحلو بهذا الموقع أنه هو مجاني، ويعني يقوم بإعطائك بالدرجة نهائية تبين مقدار أمنك الإلكتروني أو أمنك السيبراني، وايضا يعطيك مجموعه من الحلول او الخيارات او يعني تقرير لاكشن بلان، ما الذي تستطيع عمله. يعني هنا يبدا يقول لك بانه لايف هابنز اونلاين، يعني الحياه تحدث اونلاين. اليوم اغلبنا موجودين اونلاين حاليا، انتم الان تشاهدون هذا الفيديو اونلاين. جوانب الماليه، جوانب الخصوصيه، جوانب الامن الالكتروني كلها موجوده الان ومعرضه للاختراق في كل لحظه من اللحظات. بعد ما نشرنا الرابط طبعا و أشرنا إلى التطبيق الموجود في داخله، بعض الأخوة والأخوات اقترحوا علينا أنه نقوم بعمل شرح أو يعني تبسيط للموضوع باللغة العربية حتى تعمل فائدة، لأنه أغلب الأسئلة الموجودة أو كل الأسئلة الموجودة هي باللغة الإنجليزية. أغلب المستخدمين لا يمتلكون الثقافة الإنجليزية الكافية من أجل فهم الأسئلة والإجابة عليها بشكل كافي، وحتى التقارير النهائية التي تظهر لديهم والتي تبين لهم يعني التقرير النهائي لتقييم الحالة الأمنية السيبرانية للشخص أيضا راح تكون فيها مشاكل معينة من ناحية فهمها. النتيجة التي تظهر لهم البيرسوناليزد سيكوريتي سكور، يعني درجة الأمن السيبراني الشخصية لكل شخص، وأخيرا حتى الأكشن بلان اللي هي يعني خطة العمل والرود ماب، خارطة الطريق للشخص من أجل التصحيح وتعديل ويعني تضبيط الأشياء التي هي لديه فيها مشاكل أونلاين. طبعا هذا الرابط راح يكون ان شاء الله موجود اسفل الفيديو. بعد ما تقوم بالدخول الى هذا الرابط، مجرد انه تقوم بالنقر على find out now for free، يعني تبدا الدخول الى هذه الصفحه. عندما تقوم بالنقر عليها ستظهر لك هذه الصفحه. هذه الصفحه طبعا تحتوي على 10 حقول. الاولى هي فيما يخص سلامه اجهزه الحواسيب في البيت. الثانيه تخص الاستخدام الامن للانترنت. الثالثه تخص حمايه الحسابات الإلكترونية أونلاين واللوغ إن أو تسجيل الدخول. الرابعة تخص تأمين الأجهزة النقالة. الخامسة تخص تأمين شبكات الواي فاي، شبكات اللاسلكية. بعد ذلك عندك تأمين راوتر الشبكة المنزلية أو الشبكة اللاسلكية. باكينج أب يور داتا، نحفظ نسخة احتياطية من البيانات. سمارت ديفايسز أند ذا إنترنت أوف ثينكس، الأمن السيبراني الخاص بالأجهزة الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء. الأمن الفيزيائي، الجانب الفيزيائي من الأمن السيبراني. وكذلك breaches and incident response، يعني حوادث الاختراق وكذلك الاستجابة لهذه الحوادث في حالة حصول اختراق أو تسريب البيانات. هذه كلها دمئتين طبعا راح تحتوي من مجموعة من الأسئلة. بعد إجابة كل هذه الأسئلة طبعا هنا راح تكون عندك في الدرجة النهائية، وعلى أساس الدرجة النهائية ستستطيع معرفة تقييم أدائك الإلكتروني وتقييم أمانك الإلكتروني، وفيما إذا كنت تحتاج إلى تعديل بعض الأمور وتصحيح بعض الأمور أو اكتساب معلومات معينة أو تغيير سلوك معين. هذه الأشياء إن شاء الله راح نشوفها بشكل فيديوهات مستقلة لكل واحدة من هذه العشر فقرات في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. فخليكم ويانا، تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة.